ليكيب سبور حبيت قبل ما نرحب بالساده الضيوف، يعني حبيت ناكد كونه الاختيار تاع ليكيب سبور هو اكيد اختيار الاسم هذايا اللي عنده دليله كبيره برشا. كي نحكي على ليكيب سبور نحكيو على سبري ديكيب، نحكيو على يعني روح المجموعه، نحكيو على خلينا نقول يعني جو خلينا نقول نتاع اصحاب نتاع عائله. دونك اكيد مؤكد ناكد برشا على كلمه ليكيب سبور، وهذا هو اللي يميز دونك التعامل ما بين كل افراد قسم الرياضه في كنوز اف ام. دونك حبيت نرحب ترحيب كبير خلينا نقول صحابي واصدقائي وزملائي والناس اللي نحبهم برشا ونعتز بصداقتهم. دونك حبيت نرحب منير البقاديده. منير مرحبا بك. مرحبا بك. ديكور جديد، نعرف اللي كنوز ما شاء الله يعني الناس كل تسمعها، الناس كل تتبع فيها، اكيد اللي مش نكونوا حاضرين في الايميسيون الجديده ان شاء الله اللي كلها سبور، حديث على التطورات الكرة التونسية، تطورات الكرة ممكن العالمية زادة. أكيد إن شاء الله نتبعوا التطورات كل، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن جميع المستمعين ومشاهدين على الستريمينج لايف. أكيد الأنيق كالعادة. أكيد أنيق أنيق ما شاء الله. مرحبا بكل مستمعي كنوز اف ام. أفضل مرحبا بك. مرحبا بك حتوم، عودة من جديد. سي توجور ان بليزير خويا. بون في ستاسيون جديدة إن شاء الله نكونوا طالع خير على إن شاء الله على كنوز اف ام اللي الحقيقة معناتها السمعة نتاع قسم الرياضة ولا حتى الراديو بصفة عامة سبقتهم. دونك إن شاء الله نتمنوا مزيد توفيق أكيد للراديو هذا. احنا جايين لهنا يظهر لي باش نقدموا الاضافه كسوا للراي العام ولا خاصه الجماهير الرياضيه كل بصفه عامه، وخاصه بحكم قربنا يمكن للنجم الرياضي الساحلي. فان شاء الله حظ موفق للجميع. بالحق معناتها صافي بليزير داتر بارمي معناتها اون تال ايكيب، وان شاء الله الله ولي التوفيق. صحيح. حبيت قبل ما نبداو ندخل في الموضوع حبيت ناكد على معطى مهم، كونه الناس تسمع فينا كونه يستنوا منا في ميساج وفي رساله كبيره برشا. اكيد يعني احنا التوجه نتاعنا يعرفوا الناس كل سي كو باش نحكيو بكل صراحه في المواضيع كل، ماناش باش نكونوا محايدين في خلينا نقول في الايجابي وفي السلبي المؤكد، باش نعطيو راينا باش نعطيو باش ننقدوا باش نجتهدوا، مش كنا عندنا برشا اجتهاد يعني هذا يكون لصالح الساده المستمعين. نستناو نقدهم وارائهم واقتراحاتهم، وكذلك يعني مش يكون عندنا خلينا نقول التوجه يعني فيه برشا صراحه، فيه برشا يعني برشا رسانه، ونجموا نحكيه في كل مواضيع بكل صراحه وكل تلقائيه. لكن ناكد على معطى مهم كونه يعني الاحترام مش يكون مكفول عند الناس الكل، على كل الناس اللي نتعاملوا معاهم، وهذا هو التوجه نتاعنا. اكيد فوزي هكا ولا اكيد هذا لا شك ولا اختلاف فيه، سواء انتم كنتم موجودين في محطه اخرى بمثل هذه الصفات ولا احنا. طبعا نعاود نرحب بالاولاد سواء رضوان ولا منير بوقديده، تحيه ليهم اكيد. في انتظار التحاق سيف غزال. سيف غزال زبير ايضا باش يكون معنا في تيلة السيزون ذي بطريقه او باخرى، نجم يكون حاضر معنا في الاستوديو اذا سنحت الفرصه، ونجم يكون حاضر معنا ايضا بطريقه اخرى هي كما باش يكون اليوم عن طريق التليفون. دونك اكيد اليوم باش نحكيو على المباراه اللي دارت يوم السبت او ليله السبت بين النجم الرياضي الساحلي وفريق الوداد المغربي، المباراه اللي كانت في اتجاه واحد للنجم لكن التوفيق ما كانش حاضر في هذه المباراة. نبدأ مع رضوان ناخذ رأيه فنيا في اللقاء كيفاش كان. رضوان المباراة كيفاش كانت بالنسبة لك أنت كلاعب سابق قائد سابق وأيضا كمدرب حالي ومحلل فني؟ المقابلة يظهر لي الناس كل نعرفوا الكونتكست نتاعها، انه كنا متاخرين بنتيجة 2-0، تلعب مقابلة اياب مطالب بالانتصار على الاقل نتيجة يعني 2 بلاش باش تخلط ضربات الجزاء، والا سكور مع اكثر. دونك نتصور كان فما ضغط على اللاعبين، كان فما ضغط على الاطار الفني على الهيئة المديرة، لكن النجم عودنا في السنوات الاخيرة معناتها يريزيست فاس للبريسيون، خاصة المقابلات الموسم اللي فات في الكاس العربية شفنا النجم تألق ضد الرجاء والوداد والفرق المصرية كل تقريبا. دونك كنا الحقيقة متفائلين، كنا عاقدين العزم على أنه ندخل المقابلة كما يلزم، خاصة إذا كان مش نحكيه على الأمور الفنية مش تعمقوا فيها. النجم بدأ كما يلزم المقابلة، حاول يضغط، جاب كرات ثابتة، حاول يشوط من بعيد، حاول يتوغل على الأطراف، لكن الحقيقه الوداد كان واقف كما يلزم. نقول انا الديبلوكاج صار بار لي كوتي، معناتها كل وين كان فما باساج من
كشريدة ولا الحناشي مرتضى بصفة أقل خاصة في الشوط الأول إلا وكان فما خطر ميم سي التوش الأخرانية كانت تنقص اللمسة الأخيرة يعني ما كانتش بريسيز على مستوى التوزيعات ولا لي باسون روتري. ما بون الشوط الثاني الحقيقة النجم كان أحسن حاول يكون أكثر ديتيرمينو حاول يكون أكثر تركيز على مستوى خلينا نقولوا دقة التمرير الفيفاسيتي كانت موجودة في الباساج يمكن مع لي شانجمون زادة شفنا حتى أكثر من مهاجم في في الشوط الثاني شفنا سيبيريوريتي نوميريك معناتها فما دي فاز دو جو شفناهم اللي كان في البوكس تقريبا 6 او 7 لاعبين من النجم الرياضي الساحلي للاسف كانت فما فرص الحقيقه سانحه كسوا عن طريق العريبي ولا عن طريق يعني حتى كوليبالي في الشوط الثاني لكن النجم ما عرفش كيفاش يجسد الفرص هذيا سي توتا في نورمال راهو في اخر المقابله اذا كان باش تطلع تهاجم تقريبا ب 9 او 10 لاعبين باش تخلي مساحات جات فرصة كان قادر الفريق المغربي معناتها يقتل بها المقابلة لكن ما سجلش مالغريسا النجم حاول يكمل الاخر في الهجمات متاعه انا نقول اعطاه كل ما عنده الحقيقة الاطار الفني اجتهد اكيد فما معناتها خلينا نقوله ديشوا اديسكوتي كيف كيف اللاعبين اعطاو احسن ما عندهم للاسف ما كانش فما خلينا نقوله تسجيل اهداف الكم المطلوب من الاهداف هو اللي خلى النجم الرياضي الساحلي ما يتعداش في المقابله هذه لكن نختموا معناتها بطريقه ايجابيه سيفري خرجنا من الشامبيونز ليج في البطوله تقريبا النجم الرياضي الساحلي معناتها اللقب بعيد معناتها منطقيا على التتويج دونك النجم تو لازم يتوجه في سياسه اخرى حسب رايي الخاص خاصه معناتها مسؤولين النادي لازم يرسموا tout un projet sportif à partir de maintenant لازم الناس تكون واعية انه الشارج عالي وعالي جدا على النجم الرياضي الساحلي اثقل كاهل تقريبا رئيس النادي اللي قاعد يدفع وحده هذاك علاش لازم تكون فما بوليتيك واستراتيجي كامله يخدم على النجم انطلاقا من الان لانه مرحله جديده باش يدخلها النجم الرياضي الساحلي اللي باش تكون بعيده على الشامبيونز ليغ خلال الموسم الجاي نرحب بسيف غزال سيف مرحبا بك هاتم مرحبا مرحبا بالخيان منير لما كبير فوزي توت ليكيب لهنا مرحبا سيد مرحبا سي توجور ان بليزير باش نكون لهنا سيف برونزي عجبو الهواء نتاع بني خالد اي اي شويه اسخن من هنا مشي ضيف في توالو الجمعه دي قريب لك قربه ديجا البارح لعبنا مع قربه احنا ديجا ولا البيلون مديتو قيسو نزلت باش نكلمه باش نقول له سان ديربي البارح بون ديجا حتى الجمهور بدا يسخن معايا البارح مرحبا بك سيد عايشك عايشك سي حاتم مرحبا بك مرحبا بالاخرين كله كل المستمعين كنوزا فيه مرحبا منير دونك بعد 48 ساعه مباراه يعني اكيد يعني شنو اللي قعدك في المباراه هذه اكيد يعني فما حاجات اللي ايجابيه لكن فما برشا حسره برغم المردود الممتاز للنجم الساحلي بون اكيد فما رياكسيون سورتو في مقابله الاياب مانيش باش نرجع ممكن الانيق قال كل شيء قال كل شيء ديما يقول كل شيء هو اهم حاجه في المقابله هذه هو انه فما رياكسيون شفنا انه الملاعبيه اللي كنا ممكن نلوموا فيهم في مقابلات اخرين نفسهم هما يعني نفس التركيبه نفس ممكن يعني الاطار الفني يتبدل لكن الملاعبيه هما نفسهم قدموا مقابلة نقول أني مقابلة كبيرة ياسر بطولية نقول لولا يعني نقول فما شوية ما فما شوية زهر ما مشيش معنا في عدة يعني السيتياسيون اللي تنجم تهدف تنجم ترجع ممكن على زوز أهداف خاطر نعرفوا ديما النجم الساحلي في المقابلات الكبار ومقابلات اللي فيهم بريسيون اللي فيهم مطالب بيك اللي مسجل اكثر من هدفين وثلاثه شفناهم ديما يكونوا في المستوى نقول لكن نرجع للمقابله شويه اللي النجم الساحلي عمل كل شيء في المقابله يعني
بالطرق الكل، تعدى على ممكن الجهه اليمين اكثر من اليسار الشوط الاول، لكن ممكن برجوع الفريق الودادي التالي، ولا يعني يقول ان ابن والناس لقى شويه المساحات، يعني المساحات مش ينجم يوصل اكثر. وهذا كنا نستناو فيه الشوط الاول، الشوط الاول ما فماش ايكيليبر، يعني تحس اللي الجهه اليمين خدمت اكثر من الجهه اليسار. لكن شفنا اللي الاولاد شاتوا من بعيد، بالرغم يعني فما دفاع مكثف في الوسط، لكن شفنا قربوا اكثر. شفنا بن عمر اللي حقيقه بن عمر هو اللي استناو فيه عنا مدة بعد رجوعه من الإصابة، أحسن مباراة من اللي رجع من الإصابة. هذا هو يعني شفت الملاعب بعد ساعات احنا نعاتبوه سيفري، يعني نطلبوا منه مش يكون، وهذاك هو المستوى نتاع يعني المستوى نتاع الملاعبيه نتاعنا، لازم يكون ميتيحش من مستوى اللي يعرفه هو. يعني هو يعملوا تو كريتيك نتاعو، لازم يحاسب روحه يقول اني علاش ما لعبتش كيما هيك، علاش اني المستوى نتاعي يكون خير. وهذا هو يعني بمرور ممكن الوقت، وشفنا اللي النجم الساحلي مطالب مش يهدف الهدف الثاني، لكن شفناهم اللي البدن ما تعبش، شفنا اللي حتى ال 94 مش 96 مع 96 94 نفس الريتم، نفس الريتم في دقيقتين. لا لا ممكن قدمنا اكثر. لا هو شوف اذا والله نحسبه حقيقه نرجع توا هكا شويه يعني ما بين ظفرين نرجعوا للمقابله ونشوف قداش وقفت من مره، قداش برشا مرة اكثر من سته. يعني اكثر من سته هذا اللي كلينا فيهم دقيقتين ظاهرين. عندي سؤال سيف حاتم حول الحراس، تراش انه اللي عملوا تكناوتي في الروتور كان عملوا ديري في الالي، راهو النجم الرياضي الساحلي موجود في المربع الذهبي. والله ممكن 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 بون، حتى في مباراه الترجي زاد كيف كيف الحارس نتاع الزمالك خلى الترجي معناها خرج نتاع الرجاء، زاد عمل ماتش كبير ياسر معناها الحراس الكبار هما اللي اهلوا نواديهم. هذاك شنو فوزي، هي الفريق ماهوش مربوط بالجارديان ولا بالملاعبيه سور تيران، مربوط بالناس الكل ايكومبري الجارديان بيوت لي جور دو شون والبنك بنك الاحتياط. بون انا نشوف النجم الرياضي الساحلي البارح كان عنده امل، ولا نهار المقابله كان عنده امل باش نهار السبت باش يتعدل دور نصف النهائي، واللي عنده شانس كبيره حتى باش يهز التيتر، لانه مع الببليك هذاك مع اللي تعدى به النجم الرياضي الساحلي كان ينجم يمشي لبعيد في الشامبيونز ليغ هذيك. مي كي نرجعوا تتروبوزي وواحد يخمم مليح، النجم هذا الساحلي هو اللي خلى روحه في الوضعيه هذه، صحيح، لانه كما قلت لك النجم هذا الساحلي مش مربوط بحارس مرمى والا بالاونز رونترون، فما بنك احتياط زاد كيف كيف. انا عندي تساؤل مثلا نجم نسال سيريدا وما نجمش يجاوب سيريدا، لانه الناس اللي وصوه واللي ناس كانوا انطوري ما نجموش يجاوبوا، شكون جاب زردوم، شكون جاب كوليبالي، شكون جاب، شكون وصاه باش يخرج بخنشوش، شكون قال له معناها الاختيارات الفنيه تاع النجم الرياضي الساحلي كانت غالطه، والحاجات اللي صارت في النجم الرياضي الساحلي تاع جمعيات صغار الحقيقه. الحقيقه تو يلزمنا ان نحطوا لي بوان سور ليزي، لانه انت يكون عندك معناها اونترونور، واللي شكون جاب اول حاجه الاونترونور الاسباني للنجم هذا الساحلي، شكون صح به رئيس النادي، شكون هم الفنيين اللي كانوا مع انا حاسس انك في التساؤلات نتاعك عندك اجابات. لا عندي اجابات، مش ما عنديش، مي اسمعني، مي اني حبيت نوصل ميساج لسيري ذا، خاطر احنا برشا ناس يلوموا علينا، قولوا الاخرين لهنا الاولاد لهنا وكيفاش كيفاش، انت تو كي تكلموا سيريدا مثلا بعد مقابله النادي الافريقي هزيت التليفون كلمت فيصل خليفه قلت له عندنا ملاعبي ما تستناش الكونفيرماسيون من عنده اللي هو الحاج محمود، اول حاجه تعملها تعيط له يعني تعمل له رونوفالمون كونترا، تصلح له كونتراتوه، فهمت، ولدنا ابري تو ما لقينا في الاخر كان ولادنا، صحيح احنا وصلنا راهو ان سيرتان مومون
عندك بعي وبن عمر والحاج محمود يلعبوا، وعندنا دوري ريكريتي قاعدين في الدار يخلصوا يخلصوا قد ثلاثة هذوما مرتين وثلاثة، فهمت؟ بون الناس سلمت لي على كوليبالي، كوليبالي جبناه على باربع مليارات، وانت العام الجاي صعيب ياسر باش تلعب بطولة العربية، نعرف الظروف اللي مش تعطى شامبيونز ليغ خاصة بطولة عربية زاد كيف كيف ما فماش امكانية لانه اعطاها لك مرتين، فما الناس تستنى في الدورة وبرش حاجات اخرين ممكن يعطيها ما يعطيهاش للنجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي تو مش يلعب تشامبيونز ليغ يلزم يعمل باركور من هنا لاخر العام اكسبسيونيل اكسبسيونيل كلها مباريات كاس يعطيك الصحة. وما تنساش زاد فما دي كونكورون ديريكت مستيرول الطامعه ستاد تونيزيان قدامك نادي سفيغسي النادي الافريقي مش مربوطه بالاربع الكبار برك صحيح. مربوطه برشا جمعيات تو قدامك الحقيقه الواحد حتى كي ولا الواحد ولا ينصح وما غير مقابل راه ما حاجنا بحتى شيء ولينا احنا الغالطين احنا الغالطين. انت كي تاخذ ملاعبي ب 4 مليار 19 20 ans يبدا معناها تالون اكسبسيونيل فما بروجي وراه اللي انت باش تلعب به تشامبيونز ليغ، حتى اذا كان ما مشيتش في تشامبيونز ليغ فما مطموع اللي انت مش تبيعه. اما تجيب جوار ب 4 مليار 25 ans داخل 26 ans عمل لك عام وانت معهم صح معها 4 سنين معناها، والعام الجاي لا قدر الله ما تلعب على حتى شيء جاي باربع جوار باربع مليارات باش يقعد لك في الشامبيونات التونيزي بسماح. هو المؤكد سيف قريت علاش نربط لك هذا الكل لانه النجم الرياضي الساحلي في المقابل الاخراني ما لقاش بنك وقت اللي حاجتك باش دز واحد صحيح الملاعبيه يعطيهم الصحه ما قصروش واللي مش يعطيك البلوس في التيران بعد باش تسجل الهدف في الثاني وباش ونمشيو حتى للبرونغاسيون ويزيد يعطيك البلوس ما لقيناش. تحب ولا تكره الناس تلوم على قيس، قيس هذاك اللي موجود عنده وعمل الخدمه باهيه خلى النجم الرياضي الساحلي ديما يطمع باش يمشي لبعيد وما ننساوش زاد الدزان تاع الجمهور، فهمت هذاك علاش ما نحبش نربط كان بالجارديان برك. جارديان مشكله من مشاكل النجم الرياضي الساحلي. اشرف كرير ما قصرش ياكل المستوى نتاعو وما ننساوش راهو اشرف كرير السنه اللي فارطه هو اللي خلى النجم الرياضي الساحلي تعدل تشامبيونز ليغ زاد في اخر مقابله نحى فرصة في دقيقة 90 ولا 91 باش النجم الرياضي الساحلي تعدل دور المجموعة. هو المشكل سيف في حراس المرمى ومن بعد نعطي كلمة رضوان شنخو راهي في موضوع معين سيكو حارس المرمى من أكثر خلينا نقول من أكثر البوست لازم فيهم ستابيليتي خاطر اليوم كي تلعب باتيكون بار انترميتونس اليوم يعني حتى واحد في العالم أجمع في أي فريق كان ديما عندك جارديان نيميرو 1 جارديان نيميرو 2 اليوم المشكل سيكو ما تنجمش تعرف شكون جارديان نيميرو 1 شكون جارديان نيميرو 2 دونك اليوم هذا حتى من ناحية الناحية المعنوية اليوم كرير ولا بديري ديري. حتى واحد فيهم ما يعرف كون هو عنده لا كونفيونس توتال تاع ستار تكنيك وهذا مشكل كبير. هاني مش نزيد عليك يعني ممكن حاجه بعد المقابله الكبيره اللي عداها كرير هل انه مش يقعد ديما هو او انه جوستومون بلبولي توب شارج فلوكريتمون جوستومون فهمتني توا شنو هو هذا هو اللي يخلي ممكن المستوى حتى نتاع حراس المرمى ما يعرفوش كل مره يا اني نشد يا اني لول يا اني ثانيه هو اكثر مركز حساس معناها لازم يكون يعني اليوم اللي في العالم اجمع في اي قبل اي كومبيتيسيون فما المدرب يجي يقول هذاك نيميرو 1 وذاك نيميرو 2 دونك وحد كان يغلط نقص عليك نسمع عليكم بكري على الجارديان ماهيش غلطه ماهيش غلطه ستاف راهو يلعب الجمعه هذه جارديان هذا والجمعه الاخرى جارديان اخر لانه الحقيقه معناتها خلينا نقولوا صريحين الحراس الاثنين خذوا اكثر من فرصه وخذوا اكثر من ماتش دونك اذا كان انت ما تكونفيرميش البلاصه هذيك وما تفكش بلاصتك سي نورمال ستاف تكنيك باش يلوج مسكين من جمعه لجمعه كيفاش باش يلقى واحد اللي فريمون يكون حاضر من الناحيه الذهنيه خاصه ومن الناحيه البدنيه باش ينجم يعدي له مقابله باهي لانه اذا كان تكثر الاخطاء بالطريقه هذيك ستاف تكنيك اللي اوبليجي تشونجي. لكن انا شنو اللي نقول معناتها تو سيف حكى على دقيقه 90 91 البيلون ما يكونش هكاك البيلون نجيبوا الجارديان ولا جوار ولا اي ما نعرفش انا ولا ستاف تكنيك نعمل بيلون كامل خويا نتاع الماتشات اللي تلعبوا هاو الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه اذا كان معناها خاطر تو فما مثلا فما بيت جي يقول لك خويا احنا ماتش الكلوب عملناه ماتش الاسبيرونس ماتش المستير ماتش ستاد تونيزيا ماتش دراشكون وفما زاد حاجات باهين كما كان يحكي سيف اللي هي ماتش كوب دافريك تاع الكاليفيكاسيون شامبيونز ليغ لكن لهنا لازم يتعمل بيلون حتى الملاعبيه يخويا ياخذون بار كومبارتيمون خليك في البيلون دوك رضوان خليك في البيلون خاطر نعرف كنت تحب برشا البيلون دوك جوست نخرجوا بيوب وراجعين ومن بعد نكملوا في البيلون تاع رضوان فالحي مؤكد مش يكون حاجه تريز انتريسونت مهمه برشا.
في ليكيب سبور دونك ذاك السلام سعيد يعني اليوم حاضر معنا رضوان فالحي من البقاديدة وسيف غزال دونك نخليك كامل فكرتك بعدك انت رضوان دونك خليك كامل فكرتك حبيت نكمل حبيت تقول انه الحقيقه شوف بالنسبه لحراسه النجم حراسه المرمى في النجم الرياضي الساحلي تعاني في الفتره الاخيره وفما مشكل واضح للعيان دونك ما لازمناش نغطيو عين الشمس بالغربال لكن كما كنت نحكي لك مسكين الاطار الفني لي اوبليجي اذا كان نعطي فرصه واثنين وثلاثه الحارس ما ياكدش جدارته بالمكان هذاك دونك لازمني نبدل نعم نشوف الاخر كيس كيل فادوني ومن بعد يا خويا فما دي بيلون يتعاملوا خويا ماهوش معقول زاد اي ملاعب كان معناتها بغض النظر عن حارس مرمى او غيره انه تكون فما معناتها خليني نقول حاجات سلبيه كثيره اللي تاثر على مستقبل نجم الرياضي الساحلي وقتها لازم الاداره والاطار الفني الداخل باش يلقى الحلول، الحلول شفناها في الفتره هذه هي على معناتها ايمن البلبولي لكن التساؤل مره اخرى علاش ماهوش في الليسته موجود في الليسته كي انت باش تجيب ايمن البلبولي. دونك هذه كل نقاط استفهام كبيره، انا نقول خلينا معناتها اشرف عمل مقابله محترمه محترمه جدا بالنسبه لي انا هو والعريبي كانوا معناتها سامحني رضوان انا احنا انا واحد من الناس نحب نتسائل في هذا كل كمحب وكانسيان جوار شكون الحاسب شكون الحاسب انا تو علاش مثلا كما قلت انت البلبولي ماهوش في الليست افريكان شكون مش الحاسب شكون جاب لي جوار ترونجي شكون مش حاسب اش فسر لك هي فهمت الاطوار راهي ولات مرتع للناس الكل خلينا انا جايب بصراحه باش نفركها للرومانه ونحب نفهم بالحق والله العظيم لانه كي تحكي انت ولينا نحكيه تو كي تحكي انت ولا منير ولا العبد الله ولا اي واحد نحكيه في المصلحه ولينا مشومي راهو مش معقول المسؤولين تاع النجم الرياضي الساحلي ولاو ياخذوا براي الفيسبوك راهو الفيسبوك جماهير النجم الرياضي الساحلي تقول اللي تحب ومن حقها تنقد وتقول اللي تحب اما انت كمسؤول في النجم الرياضي الساحلي فما حاجات يلزمك تقول عليهم وتعملهم باقتناع لمصلحه النجم لانه تو مثلا في حراسه المرمى فما ناس مع البديري فما ناس مع كرير فما ناس مع حراسه المرمى سامحني سيف فما ناس ضد الناس كل الشواء اللي تعمل في ماتش متلوي انت معه ولا ضده انك تلعب بالبولي قبل اسبوع من ماتش مهم جدا باش يلعبوا فيه زوج حراس اخرين كرير ولا بن ايوب ولا البديري معناتها أنا من الناحية هذه نحط روحي في بلاصة قيس الزواخ. نعم. أول مقابلة نحب على الريزلتا. بور مستر تونير خاطركش اكسبيرونس جديدة نخمم أول حاجة على الريزلتا. ما نكذب عليك. لكن نخمم على الريزلتا. قيس هو نخمم على اللي فهمتك أنا قيس. تستنى فيك تستنى فيك ماتش سيزون معناتها يعني ما فما حتى مقارنة بين متلوي. مقابلة بمقابلة. متلوي اللي جات مش خالصة اللي مش يتربسوا أمورهم متابعة على الآخر. لا فهمتك أنا. أما شنو هو؟ تنجم تربحها حتى بالكاتريم جارديان. خمم باش يعمل ريزلتا بوزيتيف اللي هو. قول أنت تساعدوا في الماتش. لأنه الربح نتاع الربح خمم عليه باش النجم الساحلي. يعمل يحضر مقابله في اجواء طيبه وينجم يكون الويدات. وينجم يكون قيس الزواغي دونك حب معنوي يرجع ايمن البلبولي للريت نتاع الكومبيتيشن والناس كل مش البلبولي معنوي حب يحط ليكيب اون بلاس باش تكون داخل الماتش الاخر بربح دونك تري امبورطون الان ليتوال نحب ولا نكره قاعدين نتعداو بفاز صعيبه ما نشطرش برشا الراي انه نجموا نربحوها بالكاتريام جارديان لانه سي با ايفيدون الجمعيات كلها تشوف احنا خسرنا مع اون سوفير كونتر سليمان خسرنا مع بنزرت خسرنا مع الكليوب خسرنا مقابلات معناها تعادلنا عفوا دونك فما مقابلات اللي تحضر بهم للماتش نتاع الشامبيونز ليغ سي فري لكن تحاول على القليله حتى مورالمون داخل بربح الربح ديما يخلي الفيستير الامبيونس باهي ويخلي الجو باهي سي فري باش تقول لي علاش ما حضرش كرير والا البديري نقول لك انه خذاو اكثر من فرصه موجودين ودونك يلفون تيتر كومبيتيتيف نفس الحكايه الاسبوع هذاك موجود وعندهم لو ريتم خاطر لعبوا برشا مباريات يعني زوز ماهوش اشكال باش نذكر به رضوان هو رضوان كي لعبت ليتوال ضد الاهلي المصري 2007 خسرت ضد ستاد تونيزيان 1-0 بونتو اللاعب الغيني البرتغالي مينديز وليتوال مشات وعملت ماتش كبير دونك نتصور المعادله كونتكست اخر هذاك قابلت ستاد تونيزيان من التشكيله الاساسيه من التشكيله الاساسيه اللي لعبت كان عبد الله خاطر مقابله الاهلي مصر ما نلعبش لعبنا بريسك بالدوزيام والتروزيام ايكيب فهمت ماهوش مقياس كبير برشا بون كونتكست اخر كما قال رضوان مي نمشي معاك كتفكير مثلا فني معناها نتاع مدرب يحب يحضر جمعه باهيه وميزانه وين خذال الجمعيه كونه يحب يربح باش يعمل اون سومين بارفيت باش يحضر بها
بالامبيونس كما قال رضوان. لكن اذا كان مش نحكيه فنيا معناها كان ينجم يشارك كرير والا البديري حضر مقابله الوداد. لكن خير الحاس هو... ما شفناش بكل الناس كل تتساءل على الجارديان ذا معناتها علاش جبته وعلاش ماكش تلعب فيه لعب. نرجعوا يا رضوان نرجعوا وشكون اللي صحح نرجعوا شكون جاب وشكون باش نلومه وشكون باش نحاسبه. هو شوف سيف من بعد باش نرجعوا باش ناخذ راي منير باش نرجعوا باش نحكيوا على نرجعوا المباراه شويه كنت نرسل. مي كلامك صحيح سيف وديجا انا مخممتش نحكيو فيه من قبيله خاطر الموضوع مهم برشا برشا. اليوم النجم الساحلي قادم على مرحله جديده المؤكد كل يوم فما اطار اداري اللي اون بلاس كما بوجود يعني شوكي العميري ومضر حده والحاج الغزي. لكن اليوم بالحق اليوم بعد شنو ناخذ رايك الاولاد لو فيزافي تكنيك اليوم اللي نجم يقيم على من المدرب والريكوتمون والاستراتيجية نتاع النادي لو فيزافي تكنيك شكون فما حتى حد كي بو ايفالوي اليوم جوستومون اليوم الروندمون نتاع الملاعبيه استراتيجية تونس كل تحكي اليوم بعد ماتش الوداد باش نحكيو على مرحله جديده على النجم الساحلي في ثوب جديد وتوجهات اخرى دونك فنيا وتقنيا شكون قادر اليوم باش يعني الفتره هذه نقول لك يعني الفتره هذه من نجم اللي تحكي فيه هذا مازال بكري عليه خاطر مازال يعني شكري العميري مازال كيدخل مازال يشوف مازالوا ميم حتى الملاعبيه اللي يخموا ممكن العام الجاي ما يكونوش مع النجم مازالت يعني مازال مش يدرسوا في هذا تقول لي انت شكون اللي مش يقيم وشكون اللي مش يكون هذا هو لب الموضوع ايه هذا ينجم ممكن نقول شكري للعميري يحط ان ستاف اخر اللي ممكن ان ديريكتور سبورتيف ولا مش عارف كيفاش يسميه ولا لكن سمعته في اذاعه هذا هو قال عنا استاذ في منظر حد اونسيان جوار زاد انا معاك منير انا هو مازال جديد منير فاهمك مازال جديد لكن عندك دوسي تري امبورتون بالعمر شكون اللي بالعمر سايب سايب بالعمر خارج علاش جوستومون علاش تاريخ الخروج تاعها علاش بن عمر خارج لهنا مش عارف تفسير شفت هنا علاش بعد ساعات نحاول بالك ماش تقدر جمعيه تخلصوا لا هو راهو كومبرومي راهو لا هو كومبرومي صار انا عندي تفسير لانه حتى وقت اللي كنت حكيتها قبل مشينا بحث سي رضا شرف الدين كنا حكينا معه على وضعيه النادي وعلى جيستيون وعلى ستركتور وغيره وفسر لنا معناتها قال انه شارج عاليه برشا بالنسبه لي هو وفما برشا ملاعبيه اللي كي سورون فان كونترا دونك باش يخرجوا وسمينا حتى اي كومبري بن عمر قال معناتها راجع من بليسيور سي فري نحبوه يشارك في اكثر عدد ممكن من المقابلات ودي كيل سورا سوليسيتي راهو الابواب باش تكون مفتوحه بالنسبه لي هو باش يخرج لانه معناتها اثقل كاهل جماعي هو فما لاعبين اخرين اللي الحقيقه العقود نتاعهم بتاتر مرتفعه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي وهذا هو التفسير الواضح بالنسبه للوضعيه نتاعو. ممكن قبل ان نتواصل مع رضوان هو انه بن عمر ماهوش باش يربح فلوس اللي توارا في خروجه باش نبداو نعرف اللي المعلومه اللي عندي منير هاو المعلومه هاني اللي عندي زاده هو الكونترا القديم مش يرجعوا للكونترا القديم بالضبط رجعوا له مش ينحيوا الكونترا الجديد مش من هنا لاخر العام مش ياخذ الشهريه نتاع الكونترا القديم والفلوس نتاعو ويتنازل عن المتحقق ويكون ليبر حر من غير ما تاخذ النجم حتى ايوا لكن هذا ما بين اني نخرجوا مش نبيعوا ولا خاطر اما منير سور بلون كونتابيليتي باش تكون رابحه النجم الرياضي الساحلي صحيح لانه عقد مثلا نحكي نامبورت كوا عقد مازال فيه جدي 300 مليون اذا كان يجي هو يتفاهم معك يقول لك خويا اعطيني 20 ونخرج عباره انت دخلت للنادي 200 مليون اليوم كي نحكيو على فالور مارشون وسبورتيفمون لا سبورتيفمون ديك حكايه اخرى سيف علاش خاطر شوف امين بن عمر عنده مده معناها مونتالمون الى ايور معناها سي معناها يعني خرج من الفريق وتحسه يعني بالحق قاعد يرجع في الكورما نتاعو دون لاسبوار باش يمشي في ثنيه اخرى. لكن اليوم كي ترى الفالور مارشون نتاع لعبيه نجم الساحلي اليوم في ترانسفير ماك اغلى لاعب شكون؟ امين بن عمر. اليوم كي تسلم فيه بالطريقه هذه بصراحه باقل التكاليف هنا الموضوع علاش وصلنا يعني علاش وصلنا للحاله؟ علاش وصلنا مع بن عمر هما دي دوسي في النجم الرياضي الساحلي. علاش الدوسي نتاع بن عمر وصلنا به للدرجه هذه؟ معناها لو ميور جوار في اللي ماتش بون مانيش معاكم اللي بعدنا شويه على الماتش الاولاد مانيش معاكم اللي بن عمر معناها احسن ماتش حتى اول ماتش وقت اللي رجع ماتش الافريكان كان خير من برشا ملاعبيه عندهم مده يلعبوا من بعد سي نورمال بعد كروازي فما رضوان تعدى بها البريود
يعمل الكورب طالعه ومن بعد يهبط شويه لانه عادي جدا، واحنا ما عرفناش نتعاملوا معاه وقتاش نرتحوه وقتاش لعبوه. ما تنساش بعد كروزي لعب ماتش ديريكت كونتر كونتر ديريكت من نهار الماتش مرتاحش حتى احنا باش نبنيو النجم هذا الساحلي. فما دي ملاعبين نجم نبنيو عليهم النجم هذا الساحلي اذا كان نحبوا للتشامبيونز ليغ. لوميرو ليمون واللي هو تيتولير ولا يثقل كاه الفريق، وعندنا ناس يسون جامي ايتي في الليست نتاع لي 18 جوار، معناها يخلصوا بريس كيما بن عمر ولا يثقلوا في كاه الفريق. هذه المعادله وليت في النجم هذا الساحلي غالط عندها مده وظهر بالكاشف في البريود الاخرى. هذيك اللي حبيت نقول سكيسور انه السياسه هذه بيتها باش تطبق على عدد كبير من اللاعبين ابار السبعه اللي باش يخرجوا في الصيف هذوكم على خاطرش فانت كونترا الشيخاوي وكرير وغيره فانت كونترا اللي عنده كونترا نجم تعمل له حتى شيء. اذا تلقى معه اكور يعني كما صار مع بن عمر نجم نلقاو اكور نلقينا كوناتي كوناتي. خلينا نرجع شويه للمباراه من بعد جست باش نحكيو على الموضوع هذا اللي مهم برشا برشا. رضواني كي نحكيو اليوم على الستاتيستيك اليوم بين ملكاش بصراحه لي ستاتيك الكبار ماهوش يجيبوا نتائج كبار بصراحه. اليوم كراو بوسيون دو لابال 72% راهو مثل اقل معناها ابارامون اكسبسيونيل لو باركور صار نجم الساحلي في الماتش اللي فات 579 باس ونحكيو يعني 80% دي باس بريسيز مشاو في بلاصتهم و 22 تير كادري بصراحه اليوم. وسامح لي حاجه ايه. اخرى لو برومي في الجروب ماهوش في السور معناها كي تلعب الروتور انت باش ترشح ما عادش الاربعه ترشح ما عادش افضليه تلعب لليل برا والروتور في بلاد. شوف حاتم بالنسبه للستاتيستيك راهو الفوتبول مودرن دي ريزولتا بالضبط والمدربين تحكم فيهم النتائج تحب ولا تكره. بالنسبه للجريد وانا نراه الشوط الثاني لعب بالنار لانه النجم الرياضي الساحلي كان قادر يسجل الهدف الثاني ويتعدى وياكد لي برونوستيك ولي ستاتيستيك اللي كنت تحكي فيهم. تبقى انا نشوف عندي وجهه نظر اخرى ميزابار الاحصائيات والمقابله هذه اللي كانت مالجري الملاعبيه نتاعنا اكسبيريمونتي لكن كان ينقصنا كالخبث كانت تنقصنا كالنياكر الاخرانيه نتاع لونفي نتاع تحط الكوره اللمسه الاخرانيه اشاك فوا خاصه كشريده والحناشي معناتها الحناشي تقريبا معناتها 15 سنتراج يمكن فيهم ثلاثه وصلوا منهم واحده اللي كان مرتضى قادر باش يسجل بها الهدف الثاني. ما هو المشكله دخل بريسيبيتاسيون تسرع في داكور دخل تسرع وفما ولونجو نتاع الماتش وفما كذا كيما لوكازيون نتاع كوليبالي اللي كان مقابل الكاش كيما العريبي زاد اللي حب يسجل الهدف. دونك نتاسف للفرص هذوما لكن هذا هو الفوتبول مودرن هو كونكريتيزاسيون هو ديترميناسيون لازم تكون ديترمينون تجيك فرصه ما ترحمش وهي خاصه جو دي بيان هي مقابله الذهاب راهو في الشامبيونز ليغ هاو سيف ومنير تعداو بالامور هذه. اذا كان تحب تربح وتتعدى وتوصل بعيد لازم مقابله الذهاب تعمل نتيجه ايجابيه كود كود تلعب على الاكستيريور على الانتيريور لازم تعمل نتيجه ايجابيه. احنا اون راتي الماتش اللي ما كناش موجودين بالكل وكنا قادرين مالجري سا باش نخرجوا افيك لو مينيموم دو ديغا للاسف قدر الله ما شاء فعل معناتها كانت كان الانسحاب. عندي نقطه اخرى نحب نثيرها اللي هي الكره ما حبتناش واللي هي اللغه نتاع ما نعرف حاسين فما برشا كلام والله وحتى البوليميكا اللي صارت على الاربيتر بصراحه زين زين دوز اربيتر اليوم نحكيو على دقيقتين اليوم نحكيو على دقيقتين معناتهم سيفري القانون سيفري بالحق يعني ظلم كونه يعني ابرتو حق الناس هذاك انت عاطي سي مينوت لو تون اديسيونيل تعطي اربع برك فينالمون لازم تعطي حق الناس مي فينالمون ماهمش دقيقتين هذوك اللي يبدلوا حاجه كبيره بون يقول قائل ينجم يبدلوا ينجم يبدلوا وي نجم يبدلوا داكورد ولكن ما نجموش اعطيني حقي انت وبعد قول لي داكورد يعطيك حقك كمان زاد كنت باش تحسم مقابله في 90 دقيقه ولا قبل حتى 90 دقيقه سيفري احنا لازمنا نحطوا هاو يوسيف يعرف تري تري بيان يتعدينا لي باساج مع لي زونترنور الكل كي نبداو باش نلعبوا في الافريك يقول لك حط اخويا الاربيتر كونترك حطه هو اول واحد قبل الادفيرسير والعب. دونك ما لازمناش نتعلو جوست بحكايه لي زاربيتراج مالغري سا اللي تي كوريكت بالنسبه لي انا شخصيا ريتو كوريكت مع عدد دقيقتين اللي نحاهم لنا. في المجمل النجم الرياضي الساحلي ما لازموش يخجل وما لازمناش نحطو في تفكيرنا وفي التقاليد نتاعنا حاتم الهزيمه المشرفه والانسحاب المشرف هذه لازم تنحى من القاموس نتاعنا بالحق. معناها ندخل نقرا في لي ريزو سوسيو ونقرا في ونسمع في لي ديكلاراسيون نتاع كيلكو جوار ونتاع غيره راهو عيب راهو النجم الرياضي ساهلي ما لازمكش تو دوا با اوزي تحكي بالمنطق هذا تقول والله خروج مشرف والله هزيمه مشرفه شنو هزيمه ديسكاليفيكاسيون راه واحد هزيت حوايجك وشديت الدار وباش تتفرج في لعبات تلعب دومي فينال
دونك لازمك تشوف الاسباب تتعاطى الاليات نتاع النجاح شنية ومتاع الفشل اللي خليتك ما توصلش ومن بعد يا خويا اجا نحكي مش تقول لي والله واضح شكرا رضوان جوست مروان عنده احصائيات المباراة كاملة دونك بالنسبة لاحصائيات ماتش ليتوال والوداد كما قال حاتم 72% نسبة امتلاك الكرة للنجم الساحلي كأعلى نسبة امتلاك في مباريات دور الربع النهائي مقابل 28% للوداد 22 تصويبة على المرمى منهم 6 كانوا كادري للنجم الساحلي 8 تسديدات للوداد زوز منهم كانوا على المرمى 8 ركنيات كاملة للنجم الساحلي مقابل ركنية وحيدة للوداد 580 باس للليتوال منهم 459 كانوا صحاح يعني بنسبة 79% كأعلى عدد من التمريرات في الدور الربع النهائي مقابل 236 تمريرة للوك شكرا لك نقرأ تعليق السادة المستمعين طبعا على الصفحة الرسمية كنوز افام شنو قاعدين يقولوا جست سمحني فوزي حبيت نرجع على المقابلة ونكمل مع رضوان كونه النجم شنو العمل الفارق في النجم الساحلي هو النسق فريمون ليتوال ميتو الثاني لعب بنسق عالي برشا ويزيد اللي سهل للنجم هذا الساحلي كونه البلوك نتاع الوداد الوداد وخر وبعد فما عباد قالوا جات كورها على البار الوداد هذا سي نورمال لانه النجم هذا الساحلي ولا ياخذ في الريسك عادي جدا كما قال كما قال قيس مش نجازفه معناه ما عندكش رتراباج يلزمك تجازف في المقابله هذه باش ترجع مقابله الذهاب بون الحاجه الوحيده كما قال بكري منير الجهه اليمين الاكثر هي اللي خدمت صحيح وما نلومش عليه قيس الزويغ مثلا في التغيير نتاع الحناشي باش نحكي عليهم التغييرات غلط مالوريزمون غلط لكن كان يخمم في حاجه اخرى مالوريزمون ما مشاتش شكرا لك سيف نمشيو اذن العصر وراجعين مزيك الدنيا وما فيها
ليكيب سبور. تقبل وصلت الجميع، دوك نمشيو مع مروان نحكيو على تفاعلات الساده المستمعين. بالنسبه لاهم التفاعلات اللي كما نعرفوا جينا على الصفحه الرسميه لكنوز اف ام نلقاو لايف ستريمينغ. سامي زبيدي تقول مرحبا بالجميع، ربي يوفقهم ان شاء الله. محمد امين بن احمد يقول ايكيب طياره. نمشيو للكومنتات على الماتش، ابرز التدخلات نتاع المستمعين. سفيان سوقير يقول بياندي رضوان. حمزه الكبير يقول فورماسيون خشينه بون كونتينياسيون. بن الازرق محمد الهادي يقول دخلت البريقي زايده، كان ينجم يدخل في راس. سامي زبيدي تقول ان شاء الله جاي خير، يلزم توا شويه غربله في ليتوال. ماهر الكلابي يقول السلام عليكم، يعطيكم الصحه على البرنامج الممتاز والضيوف المحترمين. بالنسبه لي اسباب فشل النجم هي متلخصه في تراكم القرارات الفنيه والاداريه الخاطئه من سنوات، والسبب الثاني الاكبر هو العقليه عند الفشل والتبرير بكل المبررات الفارغه وعدم التركيز ووضع الاصبع على الداء الحقيقي. للاسف نحن دي موفي باردون اي غانيون. شكرا مروان. عندنا سيدريك ايضا يقول تحيه للجميع. استوديو ليكس سلم لي على ليكس سلم لي على الفالحي وبقديده والناس الكل. ويقول النجم الساحلي لازم توا تبني ايكيب جديده بجوره اخرين ولادها طبعا، فقط يقعدوا ثلاثه من اللاعبين اصحاب الخبره هما اللي نجم يعاونوا في المرحله الجايه. مذهب المبارك ايضا يسلم على الجميع، يقول نستك بالضيوف رغم مرات الانسحاب لكن النجم اقنع وابدع وبرهن الجميع انه يبقى عملاق من عمالقه القاره. كلام يحبوش برشا رضوان، لازم تتعدى باش تكون عملاق الحقيقه. لازم نكون واقعيين بعد هذا الانسحاب المرير الغربله، ماذا يفعل بلال ماجري في النجم؟ نسيناه بلال، ذكرنا فيه مذهب المبارك. باهي دوك احنا اكيد لازم متواصلين معاكم. نمشيو خلينا نسمعوا قيس الزواغي وإيهاب مساكني باش يحكيو على المباراه وبعد نرجعوا مع الاولاد. يظل كما شفتوا اليوم عملنا مقابله كبيره، حابين نرجعوا في الريزلتا بارابور الماتش اللي يظل كان فتال اليوم لنا. احنا عملنا ماتش نتصور اكثر من اللي كنا نتوقعوه، خلقنا برشا فرص، الضغط يظل اللي كان موجود على الملاعبيه اثر شويه بارابور للفيناليزاسيون تاع الفرص اللي جاونا. شفنا اللي فريق الوداد اليوم حتى كي لعب التالي ولعب ديفونسيف برشا، لقينا الحلول، تعدينا على اليمين على اليسار، حتى التغييرات كانت كلها هجوميه. حبينا ان نرجعوا في النتيجه، ما وفقناش ربي مالوريزمون. نعرفوا اللي ترشح يتلعب سير دو ماتش، ضيعنا ماتش لالي في ماتش روتور، ما وفقناش ربي باش نرجعوا. المقابله هذه نبنيو عليها، تعرفوا اللي احنا توا ستاف تكنيك جديد، فما اداره جديده زاده موجوده، مازال عندنا استحقاقات اخرى، مازال عندنا اهداف اخرى، نحاولوا نبنيو على الماتش ان شاء الله. نشكر الجمهور اليوم اللي يظل كان لاعب رقم واحد في المقابله، شجعنا من الاول حتى الاخر، وقف معنا دز معنا كيف عادته، حابين نفرحوهم. مالوريزمون الريزلتا ما تبعتش، ان شاء الله نعوضوا هذا في البطوله وفي كاس تونس ان شاء الله. هذا كان تصريح قيس زواغي. سيف يعني اكيد يعني بون، تصريح قيس زواغي بون معقول بوك يعني تحس كونه يعني فما حاجه نقودي نجفي حاجه ما كملتش، يعني فما حصر على كونه النتيجه ما تبعتش الاداء. صحيح ان النتيجه ما تبعتش الاداء لانه عمل اللي نجم يعمله الحقيقه حرر الملاعبيه. شفنا النجم هذا الساحلي اللي نحبوا نشوفوه يمشي لقدام يبرسي ليكيب ادفيرس، النسق نتاع النجم هذا الساحلي رجعنا له بعد مده طويله اللي كنا نشوفوا النجم الساحلي يدافع اكثر من اللي يهاجم. المقابله الاخرانيه بون يقعد التعامل مع مقابله الذهاب، ممكن هذاك اللي صار الاشكال الوحيد اللي القيس الزواغي. سينو جروسو مودو نجم نقول قيس حتى لتوا الى كونفيرميس الحقيقه ستاتيو اللي رجل المرحله. خلينا نقولوا تو اني واحد من الناس مع كونه قيس يكمل في النجم هذا الساحلي، نعطيه الشانس نتاعو علاش لا. فما ناس تروح المشكله لا بون، انا حبيت ان نوصل معلومه للاحباء النجم هذا الساحلي لانه حباه النجم هذا الساحلي حملوه للقيس الزواغي ولا يحكيو من قبل ما يبدا. فما بيت تعترض يعطيك الصحه، يلزمنا نقفوا معاه قيس الزواغي، يلزمنا نقفوا معاه نشكروه على الترافاي ماهوش وحده، زاد عنده ستاف اللي معاه نوفل وعماد كيف ندعموهم وعلاش لا نجموا نبنيو
مع قيس الزوير ويستاف هذا مرحله جديده في تاريخ النجم الرياضي الساحلي. سيف سؤال من عند بدر الدين صديقنا من فرنسا يقول انه النجم الرياضي الساحلي هل يمكن للاعبين انه تلقى عندهم منير السويلي كنت يقول هل يمكن للاعبين انهم تلقى عندهم يعني القوه نتاع انهم يكملوا الموسم من غير اونجو تقريبا. يقول السيناريو هذا قاعد نعيش فيه مع البي اس جي في السنوات الاخيره الكل. وعمل له تيست قبل ما يدخل السيدور وانا عارف مش خايف عمل له تيست قبل هو قبل كل شيء سا فما اونجو ولا ما فماش. هنا الملاعبي يخلص عنده عقد يربطه مع الفريق عنده حاجه اخرى هو يطمح مش يمشي للفريق القومي. يعني تقول لي فماش اونجو الملاعب لازم يكون يعني في النيفو نتاعو هو ما يهبطش من النيفو. اذا يهبط ويقول والله المقابله هذه فيها اونجو والمقابله الاخرى ما فيهاش لا لازم مستوى شفت اللي شفناه المستوى ذاك لازم يطيحش. اذا طاح المستوى نوليو نلومو على الناس كل يعني نلوم على الاطار الفني اللي ما خلاهمش مركز ونلوم على الملاعبيه اللي زاد هذاك المستوى نتاعهم. يعني ماهوش لو ازار اللي خلق اللي الملاعبيه جاوا ضد الوداد وعملوا مقابله كبيره سي با لو ازار سي خدمه ديسكور مع عند ستاف تكنيك اللي خلاهم زاد مركزين وهذاك هي. يعني الكره هاك شفنا تنجم تشد ممكن حتى 80% كره انت وتنجم في الاخر ما تربحش. كما صار نهار السبت هذا هو يعني الامثال عديده وشفناها في حتى في اوروبا يعني. بالعكس ايه. سامحني بالعكس انا نشوف لونجو توا كبير لانه الملاعبيه اسكو يساعدهم العام الجاي ما يلعبوش تشامبيونز ليج. بالعكس يلزم توا معناها يسير باش يقلعوا دوزيام بلاس باش يمشيوا للتشامبيونز ليج. صعيبه برشا ذهنيا صعيبه برشا جول اللاعبين يخرجوا سيف خلينا نكونوا واقعيين. فما سبعه ظهر لي فاند كونترا فما ثلاثه اربعه اخرين يلعبوا ميسي توا اللي مش يخرج مش يخرج اما خير لا نحكي له على الموتيفاسيون فما موتيفاسيون سبليمونتير للملاعبيه. حبيت تقول له ماهيش صحيح مش صحيح لانه الملاعبيه اللي موجودين اذا كان تو فا انتجري لي جون وباش تبدا في البروجي اللي حكيت عليه انا من بكري باش تكمل بصفه ايجابيه مع الايشاك اللي صار دونك تو انتجر لي جون تاع السونتر نتاعك 3 4 ليمون من القدم وتشوف شنو تنجم تعمل بارابور العام الجاي معاك. لكن لهنا لازم الجماهير تصبر إيه؟ لازم الناس تتفاهم انه نجم الملاعبين باش يخرجوا مرحله جديده اما خير يخرجوا معناها اومو على الاقل بعد الخساره نتاع الشامبيونز ليج يخرجوا لا تيتوت على الاقل خلاو الجمعيه في انا ناكد لك صراحه والا معناها يخرجوا ان ابيرسو كيك حتى الفترة اللي عدوها في النجم الرياضي الساحلي وبارك الله فيهم معناها تتنسى هذاك. صحيح. هذا هو معناها احنا باش ناخذوا واني معاه رضوان انت وتفكير الملاعبي زاد اكيد احنا باش ناخذوا بالتليفون دونك اكيد انسان عزيز علينا برشا برشا واكيد يعني احنا نحكيو على ليكيب ما تنجموش نتصوروا ايكيب سبور بتاعنا من غير زبير بيا. زبير مرحبا بيك. اهلا وسهلا حاتم مرحبا بيك ومرحبا بالاولاد الكل ما شاء الله. عايشك ناقصنا كلمه زبير ها؟ عايشك الله غالب والله يلا غالب مرحبا بك وبيك عايشك الله يخليك وان شاء الله بون شونس في تجربه جديده وان شاء الله موفقين بكنوز عايشك ديما ليزي سبوار كبار برشا وطموحات كبار برشا اكيد والامال معلقه عليكم برشا بوجودك انت ان شاء الله عليك اكيد دوك معايا في الاستوديو دوك سيف غزال منير بوقديده ورضوان الفالحي وفوزي بيبي بقيت الاخرين دوك زبير السلام عليكم كل دكتور السلام على فوزي عايشك ان شاء الله ربي يوفقكم ربي يخليك ان شاء الله ربي يوفقكم عايشك زبير دوك حبيت ناخذ رايك في المباراه. يعني خلينا نقول يعني النجم الساحلي عمل كل شيء الا النتيجه اللي كانت خلينا نقول يعني ما مشاتش مع خلينا نقول مع الاداء دوك الاداء ممتاز لكن النتيجه هي اللي كانت خلينا نقول يعني خيبه الامال شويه بالرغم الاستاتيستيك بالرغم السيطره الكبيره لكن النجم الساحلي ما توفقش في المرور نصف النهائي. مالوريزمون بالحق غرفه كبيره تقعد في القلب على خاطر ابو تا لو سونتيمون لعبنا ميتون على اربع ان بون ميتون دوزيام ميتون على اربع ميتونات لعبنا ميتون بركه مزيانه برشا على اوتور دو ليتوال وفي الاخر تخرج بسونتيمون اللي ماناش بعاد معناها ما فماش فرق اللي يخلينا ما نترشحوش فما حاجات بيان سور الواحد ما يزيدش يكذب على روحه فما حاجات ما مشاتش بالكتاب يصير لافيتي
كيما شنو زبير؟ مالوريزمون البيريود نتاع المات جاونا دي جوار كلي ماهمش فورما. دونك اجمع لو كان جا بن عمر والمساكني ومالوريزمون بور نو اي بور لوي سورتو على خاطر مرتضى كان في بيريود كور طالعه وفي البيريود هذه بالذات سورتو ماتش الرتور بكو ديفيكولتي هذوما ثلاثه جوارات كلي وكان هذوما الثلاثه معناها جاو في الفورمة العادية نتاعهم ولا اون بون فورم بهر كنا نخرجوا من الماتش بالحق نخرجوا منه بالكدا بالكدا مي مالوريزمون معناها جا لو تو في فترة صعيبة على الاخر دو ماتش كانوا قراب برشا ما نعتبر راتينا الماتش صراحة معناها ماتش الاهلي شنو اللي كان ناقص زبير جوستومون شنو كان ناقص نجم الساحلي شنو اللي كان ناقص؟ أنا قلت لك أن حاجة كلي بالنسبة لي أنك ماركيت البونتويت بيان سور على خاطر كي تجيك فرصة في عند إيهاب بريمير بريميتون في السيمتر ما تنجمش تقول الفينيسيون هذيك هي صحيحة كي تجيك فرصة قدام العريبي بعد ما يعمل هذاك كله معناها سيتي جوست باش يحطها في الجول ولا كوليبالي مازال كي تخلف رشك تطيح قدام الكرة في السيمتر ما يماركيهاش هذوما تروز أوكازيون 100% ما فيهمش نقاش معناها ما يرزمو حتى كوليبالي الى اي تي بيرتوربي ما لعبش مليح الماتش الاول كي دخل الماتش الثاني ما دخلش بالكدا بون فما بيان سور حاجات ما مشاتش ما نجموش نغطيو عين شمس بالغربال ولكن في الاخر خلينا في البوزيتيف انا حسب رايي ما يرزمو للكلوب الكل اون افي بيزون دو سو كاليفي على خاطر تشوف قيمه وحجم بعد الكوبا راب الفينال عملوا كيفاش موبيليزاسيون الناس الكل وتلمت الناس الكل وتور دو كلوب بهر لي ديتوال ابيزوان دو سال خاطر ما نجموش ننكروا لي ديتوال تلعب البرا من الكره نتاعها الي روتور راهو سي 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 نون دي تر كبير برشا ممكن الناس عم الجمهور فريمون الى تي اكسترودينير عمل لي فور كبير عمل دي بلاسمون دخل شجع وقف وكل شيء ولكن راهو لي كرو ماتش اللي يخليه الجمهور وراك مش معناها مش نرجعوا لك الماتشات الصغار اللي ما يتموتيفيوش الجمهور باش يحضر شفت لامبلور نتاع عمو الفينال كوبا راب قداش الناس كل تلمت تور دي كلوب الماتش هذا قداش صارت موبيليزاسيون كبيره نتاع الاطراف الكل وتنحات المشاكل الكل على جنب والناس الكل تلمت تور دي كلوب ظهر لي سي بور سا لي توال بيزوان دو سي ماتش لا سي بور سا لو كلوب افي بيزوان دو سي كاليفي على كش حبينا نترشحوا على خاطر لو كلوب افي بيزوان دو سا صحيح بيان سور توا باش تحل كما قالوا الاولاد فوفعة كبيره نتاع لازم تعارك على الديزيام بلاس باش ترجع تلعب تشامبيونز ليج لانه مره اخرى تشامبيونز ليج اي تري امبورطون بالنسبه للكلوب ومستقبل الكلوب ومستقبل برشا جوارات في الكلوب ولكن اسمع شويه الاولاد يتكلموا توا لازمها بالحق برشا خدمه برشا خدمه اداريا وفنيا وسورتو لي بلان لازم استراتيجيه تتحط فيها على الاخر على الاخر وتتطبق وسورتو بوبليك يقعد بالدفعه هذه على خاطر بلي تاع الاسبري استنهار السبت وي تاع الاسبري خارقه العاده فريمون بوبليك عمل حاجه اكسترودينير على خاطر راهو اسمع معناها مش سهل ومالوريزمون تعدينا جوست كوتي بون فما لي ديتاي نتاع الاربيتر يدخلوا في الكوره فما بينالتي في وسط الماتش ضربه يد وبون عمل روحه ما راش مالوريزمون هوني في نيفو نتاع كاردو فينال وما فماش فار علاش في الدومي فينال فما ولا في الكاردو فينال ما فماش لذلك الكاف ما هيش على اوتور بصراحه على اوتور نتاع الكوريكسيون تعرف لي كاتر دومي فينال لي كاتر كاردو فينال تعدوا تروز اربيتر بهيم وجاء على حد نحن والاربيتر الى معناها عملها برشا صنعه بون في الاخر ما نجموش ما يهمناش في الاربيتر ما يلوموا روحنا انا عملنا كيلكو ديفيونس يفو دير زاد ربي ديما نلوم ونعاتبوا برشا اشرف بكري معناها عمل مباراه حلوين على الاخر ولازم نعطيه حقه خاطر احنا ديما ننتقدوا فيهم وديما نقولوا عندنا مشكله فريمون يفو دير il a été très bon العريبي malheureusement لو كان مركا البونت الثاني كان فريمون تحسب له ماتش كبير برشا عمل برشا فور جرا برشا كشريده ما قصرش الحقيقه توقيت الماتش انا بالنسبه لي يعني سيتي كلي بالنسبه لي توال جاء في فتره صعيبه على الاخر في برشا جوارات مش فور راي شخصي هذا واضح زبير نعم تحيه ليك شنو احوالك فوزي معك
الحمد لله عايشك يا فوزي، عايشك عايشك عايشك. مرحبا بك. اسمع برشا فوزي. يعيشك يعيشك زبير. زبير تراش انه من ماتش الاهلي المصري لليوم ليتوال الدوله على تدريبها 11 مدرب تقريبا، يعني اليوم كي توصل انت لانكار دو فينال مع مجموعه فيها الاهلي بطل من ابطال القاره في كم مره، الهلال كانت بنسخه باهيه برشا العام هذايا عملناه ونعرفوا شنو عملت في الكوباراب، ماهيش خايبه برشا المحطه اللي وصلها الفريق بالنظر الى التغييرات اللي صارت في الاداره في ستاف تكنيك في العامين الاخرانيين اللي جاوا مباشره بعد ماتش الاهلي. ايه هو استحقاق انك تجد في مع الكوكب هذه كله، ولكن كي تشوف لي دو مات يا فوزي في تيبال ويداد اللي ما نربحوهش معناها بهذا المعنى، قد ربحناهم برشا مرات كرويا معناها بون، وعملنا دو فوت في سور دو بالاريتي مركونا زوج بونتي وقعدنا نقاسيو في فري، عندنا مشاكل نتاع كاليتي وعندنا كيلكو بروبليم ما نجموش نكذبوا على حد معناها هذه امور واضحه، ولكن كيما قلت لك كنت محروق برشا على خاطر نعرف يمكن اكثر من برشا ناس اللي ليتوال افي بزون بالماتشات الكبار هذوما. ما حتى خارق العاده كارد فينال، ولكن شفتش معناها كارد فينال قديش صارت موبيليزاسيون في الكل في السوشيال ميديا في الـ في الـ في الريزو سوسيو في الـ في الـ في المسؤولين في الملاعبيه في الملاعبيه القدم في الجمهور من كل بلاصه الجمهور جاي. تحية كبيرة الناس من قبل اللي تطلع الفجر باش تمشي تتفرج على الماتش، باش تعرف لامبلور نتاع الإدوال، علاش قلت لك علاش تحرقت يعني شوية خاطر لو تو افي بيزوان دو هكا لي جران ماتش، لو كانك في الدومي فينال كونتر الأهلي، راك توا تحكي على ريفونش وراك توا تحكي وراه ليتا ديستري كلها نتاع الناس الكل خير. راهو كلامك صحيح زبير سامح نتفاعل معاك، كلامك صحيح على خاطر انتصار قدام الوداد كان يعطي خلينا نقول كان عنده تأثير إيجابي حتى على الأمبيونس جلوبال نتاع النادي ككل يعني بصراحة. الناس الكل توا مسؤولين معناها ومسؤولين جدد مازالوا كي جاو، إذا لو بوزوان باش يلقاو حاجة تقزهم حاجة روبير يبنيو عليها صعوبات أخرى توا نتاع شنو باش تعمل توا وما تعرفوا الصعوبة نتاع الإتوال كي تبدا الأمور مش ماشية. فكذلك علاش معناها قلت لك علاش معناها الواحد كان ماتش كبير برشا ممكن يكون بالنسبه حتى للاولاد هذوما جوري كان مهم برشا في مشوارهم في الليتوال. توا سمعت الولاد يحكيوا فما ناس باش تمشي وفما ناس يلزمها تمشي وفما ناس باش تجي وباش تطلع انت مع التوجه هذا زبير يعني توا في الوقت الحاضر مع الانسحاب من كاس افريقيا يعني اليوم يعني لازم الاولاد تعطيها لابناء النادي يعني وفسخ العقود نتاع بعض الملاعبين اللي تكلفوا ماديا. لا اسمعني من هو اللاعب في الاتوال مش من هي ولا على اساس انه كنت الاتوال ولا هو استحقاق. اللي يلعب ويوري روحه حتى من اللي قاعد جيد يستحق يقعد في الاتوال. سي فري كو متفقوا سور لو برانسيب لازم غربله. صحيح. مش نقعدوا ب 30 جوار وثمانيه اترونجي حتى شارج على الاتوال كبيره برشا على الجمعيه. دونك تو تار من هنا لاخر سيزون لازم تصير اختيارات. لازم الناس تقعد ونبنيو مرحلة جديدة، ولكن اونتر تون مازال ما نضيعوا التركيز على الدوزيام بلاس كي تري امبورتونت. ما فهمناش تو انا بليس دروا ليرور بالحق معناها يلزمنا تو ماتشات شامبيونان نربحوا لو ماكسيموم اي اونكور خاطر الكونكورونس نتاع الاتحاد المونستيري محترم برشا نتاع السي اس اس نتاع الكلوب يا دلا كونكورونس معناها ماكش وحدك مع ايكيب بركا باش تقعد تقاتل مع تروز ايكيب اللي هما ماهمش خايبين. واللي هو ما شفناه ماهوش بعيد برشا الناس كل تنجم تربح الناس كل دونك بريوريتي نربحوا لو ماكسيموم دو ماتش في الشامبيونان والحساب راهو مش تو مش تو واضح زبير ما تبعوش برشا كلمات انه تو باش نصفيه راه ما تنجمش تصفي تو بالضبط تنجم تصفي كان في الفان سيزون. زبير من بين اللاعبين اللي نجم يبني عليهم النجم الرياضي الساحلي اللاعب كريم العريبي اللي قاعد دعوته ليكيب ناسيونال بطبيعه نتاع الجزائر منذ لحظات، نحب راي زبير في اللاعب هذا يعني كيفاش تراه في الميدان كيفاش ترى مستقبل مع النجم الرياضي الساحلي نجم يبني عليه الفريق ولا لا؟ يستحق بيان سور يستحق يعني حسب رايي مازال راهو نعرفوا اللي سي لو بيتور نتاع الشامبيونز ليغ السنه 11 بونت الحقيقه نشوف فيه مارش دو بروغريسيون نتاع 40% صحيح معناها هو ديجا تطور برشا اي لا يلوي الساعات على الزايد على الدريبل الزايد وقت اللي هو حسب رايي لازم يكون افيكاس افيكاس بوتنسيال فيزيك قوي برشا بظهره ما يلزمش يتفلسف يولي يلعب رميز سهله ولي زابيل نتاعو مزالين على الاخر ويركز شويه قدام الجول راهو خدمته كاتاكون بونتوات ما حاجتيش بحاجه اخرى ما حاجتيش بالمزيان حاجتي بونتو
عرفت الى في معناها لوجيس تكنيك كي لا في 18 متر قدام 4 5 ديفونسور وبعدين التركيز وين معناها الاكسيون هذيك سيتي سامبوليك اللي كابابل يقفل بونتو عمل الدريب لوجيس تكنيك قلق طلب الكره الدريب الاول الثاني دخل 18 متر وين الكونسنتراسيون وين الرسمي الرسمي في التير التير الى راتي مي بون نجمو نبنيو عليه بيان سور توا نعرفوا اللي كلمه اللي تقالت توا تحسن برشا مش خاص به هو معنا ديما الجوار في الدوزيام سيزون يبدا احسن دونك تروزيام سيزون يبدا احسن وما ننساوش راه هو بغداد مش من الاول مشى مش من الاول صحيح دونك الناس الكل لازم نفهموا عنده واستحقاق انه قعد لانه مركب برشا بوندوز في الشامبيونز ليغ ولكن اوتور دو لوي زاد فما برشا خدمه على الـ على الـ على العمود الفقري نتاع الملاعبيه اللي تبني عليهم دو كاركتير اللي عندهم شخصيه ليتواج صحيح معناها من جيل لجيل ديما يشد واحد المشعل وماخذ تقاليد ليتواج هذيك الحاجه اللي توا بتيتر في النيفو نتاع البيرسوناليتي اللي شادين ليكيب ياسين من برا بن عمر من داخل دونك تبع بلبولي ثم دي بيس متريس ممكن ما عادش تلقاهم في المستقبل دونك هذوما لازم تخلق لهم بدائل وبدائل تكون دو كاركتير صحيح يعطيك صحة زبير بارك الله فيك شكرا على تدخلك معنا دونك يعني شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك دونك كان معنا دونك زبير بهي دونك رضوان براتيكمون زبير لخص كل شيء اليوم وهذا السؤال موجه باش ناخذ راي البلاد الكل يعني اسكو اليوم نجمو نحكيو على مرحلة جديدة للنجم الساحلي اليوم لافان دان سيكل بصراحة والنوفو سيكل بأفكار جد وملاعبية جد وبتوجه جديد واستراتيجية جديدة ناخذ راي رضوان أنا الحقيقة نشاطرك الرأي خاصة خليني نبدأ من الأول باللي كان يحكي فيه سيف اللي هو كونسيرنون ستاف تكنيك راهو تريز امبورتون باش تعطي الفرصة الكاملة للقيس الزواغي وشبيل وبن يونس خاصة لأنهم أبناء النادي عفوا وثاني حاجة لأنهم معناتها إيزون بروفي في المقابلات هذوما خلي الناس تخدم ونعود نرجع مرة أخرى لكلمة بيلون بعد يجي وقت الحساب اسكو عمل المطلوب منه اسكي لا بيو اتاندر لي زوبجيكتيف تاعو ولا لا لكن انا شخصيا دعمهم في الفكره هذه لازم يكملوا جيسكو بو ياخذوا الفرصه نتاعهم الكامله كيما لي زونترنور اللي تعداو في ليتوال الاخرين خاصه الاجانب ومن بعد تبدا في التيوت بروجيت تبدا في البروجي نتاعك الجديد تبدا في الاستراتيجيه اللي باش تخدم بها اللي هي يمكن زبير خلك مش توا وقته على مستوى معناتها الملاعبيه باش تنظف ولا الافكتيف ولا غيره الحقيقه ما نشاطروش برشا الراي لانه فما ملاعبيه اللي ظاهرين كي سون معناتها كي سورون فان دو كونترا والحقيقه الشارج نتاعهم عاليه برشا ويزون تلو ليميت فنيا وبدنيا دونك من توا نتصورهم يفون تيتر اليكار اذا كان بالرسمي ناوي تحضر جمعيه العام الجاي اذا كان باش تخلي لا حتى لاخر سيزون وبعد هاتون نشوف شكون يخرج وشكون باش يقعد لا انا الحقيقه نفضل نربح وقت من توا يا خويا البيبينير اللي باش تعمل عليها ال 11 ولا 12 ملاعب اللي صحت لهم صح هذوك تي دوا لي زانتيغري سي فري ماكش باش تحرقهم الملاعبيه تو دانكو تجيب تحطهم على فوا يلعبوا مع بعضهم لكن بشوي بشوي كل مره تدخل زوز ثلاثه ملاعبيه مازالوا تسع مقابلات مازال مقابلات وديه كوب دو تونيزي غيره لازم المجموعه اللي ناوي باش تخدم بها العام الجاي تحضرها من توا باش تربح برشا وقت على القليله في المقابلات هذوما ومن بعد يا خويا فما كيلكوزان اللي باش يخرجوا وان باراليل كيما كان يحكي لك سيف لازم تكون فما عين على القليله كيلك جوار اللي تنجم تجيبهم بشارج اللي يتماشى مع النادي وامكانيات لازم تكون عين فنيه بصراحه اي بيان سور هذا اللي يحكي لك تكون فما تكون فما بالله خلينا نكمل الفكره نتاعي جون شان ومن بعد تكون فما ميزانيه ترصد للناس هذا معناتها اذا كان ناوي تجيب ملاعبيه وتخلي الافكتيف اللي عندك معناتها البيبينير اللي هي اولاد السونتر نتاعك تو انتجر 3 4 ليمون عندنا زوز ثلاثه ملاعبيه زاد الحقيقه اللي موجودين ماهمش مقصرين البقيه وقتها انيغوسي بيتيتر فما كلكو كا اللي تنجم تحكي معاهم تشوف اسكو عملوا فان سيزون محترمه ولا لا تشوف اسكو نجموا يقدموا لك الاضافه ولا لا لكن الكوره ما فيهاش محابات ما فيهاش صاحبي ما فيهاش بوسني بوسك ونعمقك كذا الحقيقه فيها دي بيرفورمانس اعطيت حق الجمعيه
يا خويا وتكمل وترفع لك القبعة ما عطيتش حق جماعي يا خويا فما حاجات رضوان هوني انت عشت تجربة متاع احلال وتجديد 2005-2006 كنت حاضر على ازاحة كم كبير من النجوم وقدوم اولاد السونتر نذكروا مليح من شرميتي مشاناري نفخة وقنبي تراوي وغيره واني كنت مسؤول بالضبط وسيد كان قائد فريق نجم تتعاود هذه مرة اخرى والله شوف تنجم تتعاود إذا كانت تكون فما ناس فعلا معناتها ناس تاخذ ديسيزيون وتطبقها لأنه أنت شخصية متاع سي معز لا ما نحبش نجبد الأسامي كل واحد وشخصيته سي معز على روحه سي رضا شرف الدين على روحه سي عثمان جنيح على روحه كل واحد خدم بالمنطلق متاعه لكن المرحلة هذه تفرض عليك أنه تمشي في التوجه هذا لأنه شخصيا عاود نرجع نحكي حتى سي رضا كي قابلناه قال لك خويا انا جي بلو لي مويا باش ندفع الشارج اللي موجوده تو دونك اذا كان انت ناوي تمشي في الثنيه هذه لازمهم يخرجوا يصارحوا الجماهير لازم تكون فما كونفرنس وحكيتوا الكلام هذا مره صحيح. واثنين وثلاثه وهاني نعاود فيه صحيح. اخرجوا صارحوا الجماهير قولوا لهم راهو خويا الامكانيات نتاع الفريق هي التال رانا ما نجموش نجابه النفقات الكبيره هذه رانا باش نعملوا على اولاد النادي كيما عملت السي اس اس عملوا ما فيهاش حشمه بالعكس نورمال نخرج نقول له هاو خويا الامكانيات نتاعنا هاو الملاعبيه اللي باش نعملوا عليهم هاو البروجي سبورتيف نتاعنا اون باراليل بيان سور مع الفنيين وقتها يا خويا حتى لا قدر الله ما تمشيش معاك النتيجه من الاول وكذا على الاقل كنت واضح من تحمي الملاعبيه نتاعك وتحمي الاطار الفني وتحمي الناس اللي تخدم معاك لكن باش تخلي هكاك لا والله يحكي لك سيف خايفين من فيسبوك ونجسوا ونشوفوا الرياكسيون تاع تيل اسمع نجيبوا الاخر لا هذا هاو سبوه هاي فك علينا ما تنجمش تخدم ما تنجمش هكاك لازم تكون ديتيرمينو ولازم تكون قد المسؤوليه تو فما ناس جات جدد باش تخدم في الاداره يا خويا ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله يكون فما قرارات باهيه ومحترمه لمصلحه النجم الرياضي الساحلي ما علينا الا نطويو الصفحه راهو ما لازمناش نحشمو كي باش ناخذو ديسيزيون كي من هكا اي جمعيه في العالم تتعدى باساج افيد ولا بيريود ترانزيتوار احنا المرحله هذه يظهر لي وصلنا لها ما فيها باس الناس كل تصارحوا الجماهير وتخرج العباد لانه الجمهور هذايا بالحق معناتها من حقه بشعر توجهتني دي اقوى ديبلاسمون صار في تاريخ النجم كان فما ديبلاسمون تاعنا احنا 2008 سوبر مع كوب CSS. مع سي اس اس هذايا فريمون معناتها سيتي كلك شوز تري سبيسيال مالغري المشاكل اللي عايشتها البلاد مالغري المشاكل الاقتصاديه والرياكسيون حتى بعد الهزيمه رياكسيون كبيره برشا اكسبسيونيل والوقت كبير احنا نتبعوا في الريزوس فما شكون جاي من الخليج فما شكون جاي من كندا فما شكون جاي من قبل اللي خرجوا الفجر خذوا الكار فمعناتها فما ديزيفور وهذا وقت متاخر زيد رضوان العشرة ما تشوفها العشرة ونص فما ديزيفور انورم تبذلت يا خويا من حقها جماهيرية هذه باش تصارحها وهي راهي باش تقف معاك كيما وقفت معاك في دي سيتياسيون قبل اما تكون فما ترونسبارونس ان شاء الله يكون شعار النادي في الفتره الجايه هي الصراحه والترونسبارونس منير ممكن عندي فكره اخرى يعني قول اني المقابله اللي تلعبت نهار السبت والمردود الممتاز لعدة لاعبين يعني ممكن اللي ما كناش نستناو فيهم وكانوا ممكن غايبين معنويا يعني خاطر ما تعرف الظروف اللي تعداو بها زاد الملاعبيه ما ننساوهاش لازمنا ما ننساوهاش نعرفوا اللي الملاعبيه تمست في 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 في, في الاورجوي نتاعهم تمست في برشا حوايج صارت برشا مشاكل وهزات ونفضات نقول اني اونتر كيلمي يعني ملاعبية اللي أول مرة يقفوا ممكن يتمرنوش يعني هذوما الكل نقول أني اللي الجو العام هو اللي خلى الملاعبية هذيك لكن صحيح هو توا رضوان قال يلزمنا نخموا على المستقبل شنو المستقبل؟ المستقبل البعيد ولا القريب؟ هو المستقبل توا دون دو المستقبل البعيد ولا القريب هذا هو نقول أني اللي الملاعبية نخلص فيهم اسكو ما نستفادش منهم الاخر عرقه تقول يخرجوا على الاقل هما مرفوعين الراس قول اني خارج ما عملت حاجه باهيه لكن نخلص فيهم راه ما نحطهمش اليكار مش اني نحضر جمعيه للعام الجاي اسكو اني مش نحضر جمعيه واسكو تمشي معايا الريزلتا ولا ما تمشيش استنى ساعه سامعني خلينا نكمل عاد الفكره نتاعي خلينا نكمل الفكره نتاعي شو اسكو اني مش نخرج للجماهير يقول اني اثناء راني حتى دوزيام بلاس ممكن راني مش ناخذها ولا تروزيام بلاس
ممكن مانيش ناخذ لو بالارقام هي صعبه برشا بصراحه. لا 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 سي شكر لكن هذا سامحني ممكن نفوزي خلينا نشوف نتواصل. لكن هذا يلزمه مسؤول يكون ويتحمل شجاع شجاع قبل كل شيء خاطر تعرف ما نجمش اني كمسؤول نحب كل شيء مع بعضه ونحب دوزيام بلاس ونتكلم وين مش يعني نحط الملاعبيه على الكار ونخلص فيهم. يعني عندي نظره اخرى ليكواسيون صعيبه برشا للملاعبي اللي الملاعبي نجبد منه لو ماكسيموم مادام احنا شفنا المردود شفنا المردود ولا صحيح نديوش نعم هذيك فترة أخرى تجير فترة أخرى ونحضروا له وليتوار راهو بفترات تعديت ونتذكروا ممكن نهائي الكأس اللي ضد نادي الصفاقسي وخرجت ممكن 8 ملاعبية من الوقت وجاءوا فريق آخر يعني 8 عناصر أخرين والقاش كن أمن بهم يعني هذا الكل كل. يعني هذا الكل ما نقولش أني مش نحذر للمستقبل هاني جوي متر ليكار يعني هذا هو انديريكتومون. هذا علاش حبيت نتفاعل معاك لانه انا ما خدتش نحيو على ليكار قلت لك يكون فما انتيغراسيون بشويه بشويه نتاع الملاعبيه هذو مش راح تحرقهم. شنو هو؟ ها باش نقول لك شنو عندك 11 12 لاعبي صحت لهم كونتراتويت جدد كل ماتش ندخل زوز ثلاثه نحطهم على البنك يدخلوا 30 مينوت يدخلوا 20 مينوت تربحهم العام الجاي نجم اخويا تحضر العام الجاي هذا اللي نظره مش جينا نحيهم ليكار اسمع يجوا انتم 11 اخرين. أنا عندي نظرة ممكن كان مدرب هكا راه خاطر شفت هذه حتى لو كان نتعارك أنا والملاعب ريت نبدا نضرب أنا بوني أنا وياه وقت حاجتي بيه الملاعبي لعبوا مش عندي نظرة اللي ولا فكرة اللي الملاعبي هذاك نتعارك أنا وياه بالبونية كل حاجة بلاصتها نحط قلب نقطة ونولي رونكوني ونحط لا دائما نستنفع منه خاطر أني شفتها قدامي هذه في يعني كارييري شفتها قدام بالبونيا والكل بالبونيا نقول لك في وسط التمرين لكن نهار المقابله تلقاه يلعب وتلقاه يعطي هذا يلزم التفكير. لكن النقطه القحله ماذا بينا ما نراوهاش ما دام الملاعبي عاطي سيب واضح سيف اسمعوا هو سيدنا منير ذكرني بالتمبيرمون نتاعه في التيران قبل معليش بالضبط هذاك انا حاب نرجع لاخر سيف هو سيف المستمعين مسمينك نبار الحصه اليوم مثال 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 لا مثال ولا مثال اعطينا حتى الكريتيك انا عند مره اسمع ما تقولناش كل شيء مثال مثال لا قول لنا كل شيء انا نحب نرجع لا منير تحسوا مرون مخبيلك حاجه تحفنا بعد شويه نحب نرجع لكلام منير راهو صحيح تنجم مدرب يكون عنده مالونتوندو مع الجوار اللي فانت كونترا ولا مي وقت اللي باش تلعبوا يلزمك مش تستفاد منه حتى الفانت كونترا مي مربوطه زاده بالليتا ديسبري نتاع الملاعب بالضبط ليتا ديسبري نرجع لكلام رضوان راهو انا مع رضوان مثلا نبدأ نحضروا من تو صاحبه خاطر مي كيف مربوطه لكن مربوطه زاده بالفان سيزون انت الكلاسمون نتاعك في الشامبيونان الباركور نتاعك في الكوب تونيزي وشنو البروجي العام الجاي ما ننساوش اللي نجم الساحلي كيف العام الجاي ماهوش يلعب في الاولمبي بتاع سوسه هذا زاده كيف ما عندناش مداخيل معناتها مهم برشا فهمت هذا يلزم يكون ميلونج تري بيان اتيدي ومربوط بدي كريتير معينين في اللي جوار اللي مش يقعدوا في اللي جوار اللي مش يمشيوا وكريتير اخرين اذا كان ان شاء الله النجم الرياضي الساحلي وصل للدوزيام بلاس باش يلعب تشامبيونز ليغ العام الجاي نزيدوا على التخطيط اللي مش نبداو فيه من تو واضح وباش نرجع للفوزي انت قلت عام 2006 و2007 صارت لنا نكسه صغيره ما تعديناش للبول نتاع الشامبيونز ليغ تعدينا كوب دو لاكاف خسرنا بيلانتيات مع قلوب الصنابر وقتها جاء سي معز وتخلى ببوليتيك جديده بافكار جديده ماهيش اول مره في النجم الساحلي الكوب التونسيه اللي قال عليها منير يعني هزينا الكوب وتعاقبوا 8 ملاعبيه وفي الاخر شكون لقينا لو ساتور نتاعنا هو ولاد هذا اللي حبيت وديما نحب نوصله وديما نظهر خايب فيه في النجم الساحلي لا ديان نتاعنا هربنا عليها
الناتور نتاع النجم الرياضي الساحلي الايدنتيتي راهي, راهي غصبا عنا اليوم ليتوال في الـ يعني العمود الفقري ولاد النادي غصبا على معناتها حتى اليوم واحنا قاعدين نقضوا في التوجه الجديد عدد كبير من اللاعبين الاساسيين هم ولاد النادي غصبا عن الناس الكل لانه وصلنا سرت مامو عندنا 8 و9 ريكروتمونات مانيش ضد لي ريكروتي اللي باش يعطيونا الاضافه لكن بعدنا على الايدنتيتي نتاع النجم الرياضي الساحلي راهو كل فريق في العالم عنده ايدنتيتي واحنا في تونس كل فريق عنده ايدنتيتي احنا النجم الرياضي الساحلي ترجع للي تيتر الاخرين الكل راهو وين هزينا اللي تيتر اونيتي بيان اكيليبري بال... مش معناها ولاد 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 النادي فوزي معناها اللي مساحل والا تكون في الاكاديمي تاع الكلوب الساحلي نجم يكون من اي بلاصه لكن تكون في النجم الرياضي الساحلي يعني احنا عندنا اديان معين جمهورنا راهو تريز اكسبسيونيل يعني عنده شارم كبير برشا والشارم اللي خلاه في المقابله الاخرانيه هو اللي خلانا نحلموا باش نمشيو هو سيف يعطيتني ترانزيسيون مزيانه برشا بعد شويه باش نرجعوا نحكيوا على الجمهور يعني الجمهور اللي كان الحقيقه خيالي مش عادي انك تز 25000 هذا تنقل راه مش ماتش تلعب دوميسيل دونك تنقل هذا حكي رضوان زاد على التنقل نتاع 2008 نذكروه مليح كان اكثر شويه في العدد رضوان منتصور اكثر من 25000 معناتها لانه وقتها ما فماش وقت عملنا روتار البيوس من الحمامات باش وصلنا للتيران معناتها بالسيف لانه تلمو ما شاء الله جماهير كان معنا زاد جمهور صفاقس صحيح فرد ثنيه لكن حتى ديبلاسمون هذا يعطيهم كبير برشا موزيكا وبعد راجعين اكيد باش نعطيو فكره على الجمهور هذا شنو عمل الحقيقه جمهور ممتاز جدا يعمل 66 كيف اكيد الدخله العالميه اللي تعملت في المرحله الاولى المرحله الثانيه كانوا زوز دخلات